ترى أنا ما تحمل أحد يمس ولد عمي تشلمة. ولد عمك؟ إيه حمد جوزك. خير إن شاء الله. وإيش خص حمد بكلام الناس يا زوينة؟ هم الناس يتركون أحد من شرهم. أي شر يا بنت الأجواد؟ مدري وش أقول، مدري منين أبدأ. من تاليها الناس تقول إنه حمد صار له ساكت على جواهر سنين، وإنها يعني إنها ويش يا زوينة؟ إنك ما تخلفين. حاول ما تجرح إحساسها، فهمها بالزين إنك ما قصدت تتركها أو تنساها. اللي تشوفه يوبا. ما أوصيك عليها يا وليدي، ترى جواهر تستاهل ثقل يا جواهر. بارك الله بيك يوبا. وأنا وأمك ترى والله نعزها ونريدها مثل بنتنا وأسود. بك الخير يا الوالد. وخير البر عاجله يا وليدي. لعيناك يوبا. يقطع الناس ويقطع اللي يقولوه، ولا يهمك ولا تسألي بكلامهم، تراهم مقهورين منك. والناس بعد ما يقولون حمد وش ناوي يسوي؟ ها؟ وفي سالفتك يا بنت الأجواد؟ يقولون يمكن والعالم الله إنه حمد ناوي يتجوز عليها. هذا كلام واحدة مكيودة يا زوينة. ولا تأخذ على بالك ولا تزعلي، خلهم يقولوا اللي يقولوه، المهم راس النبع حمد، واللي بعقله يسويه. اي بالله، المهم حمد. أجيب لك الزهر؟ لا لا لا، قاعدي يا جوار، أريد أحكي معك كلمتين. تفضل يا بعد عين. شهد الله يا جوار إني ما حبيت بنية غيرك. وأنا أشهد بعد.